ممرات شبه خالية في آخر أيام معرض جدة الدولي للكتاب، ودور نشر ينتظر أصحابها الزوار أملاً في بيع كتبهم التي حملوها من بلادهم. انقطاع 10 أعوام، ظن أصحاب دور النشر بعدها أنهم سيسقون عطش الزوار للقراءة، لكن سوء تنظيم المعرض وبعده عن مركز المدينة كما يقول بعض المشاركين كان سبباً في ضعف إقبال الزوار على الشراء. المعرض وجوده بعيد كل البعد عن جدة، عن مصادر، عن أماكن الناس أو تجمعات الناس، وهذا يعيق وصول القارئ إلى هذا المعرض. كل هذه الأسباب أدت إلى كثير من الآن جمود البيع. لم تأتي مؤسسات حكومية أو جامعات للقيام بشراءات بالشراء، لم يكن هناك توزيع عادل بأن يأتي الزائر من باب محدد وأن يخرج من الباب الآخر في الجهة الأخرى ليكون هناك في تواصل بين الجمهور وبين دور النشر. كل هذه معوقات للبيع. بالمقابل اعتبر بعض المشاركين والزوار أن إقامة معرض جدة الدولي للكتاب خلال 3 أشهر فقط إنجاز يستحق التنويه به، ويسعى منظم المعرض إلى تطويره أكثر. ورغم انتقادات بعض دور النشر، فإن المنظمين يرجعون التقصير إلى تأخر الناشرين في التسجيل للمشاركة في المعرض. كثير من دور النشر سجلوا في وقت متأخر. بالنسبة لنا دور النشر التي سجلت في الأيام الأولى استطاعت أنها تكون في أماكن، وبالعكس يعني الممرات بالنسبة لنا طويلة جدا بما فيه الكفاية وجميعها ممتلئة. لما بتجي في الفترة المسائية جميع الممرات بيكون عليها إقبال، ليس ممر دون ممر آخر. ومن بين دور النشر المشاركة كانت هناك دور متخصصة في كتب الأطفال بأغلفتها ذات الألوان الجذابة، ورغم وجود العديد منها بإصدارات مميزة فإن قلة المدارس الزائرة واتفاق بعض المعلمين مع دور نشر معينة أفرز احتكاراً للسوق الشرائي. إن شاء الله يكون في تنسيق أكثر مع المدارس، لأنه مش كل المدارس أجت، يعني ضروري كل السنة اللي جاي إن شاء الله يكون في تنسيق أكثر مع المدارس لحتى يكون عندهم علم وعدد أكبر يجي على المعرض. وما بين الانتقادات لتنظيم معرض جدة الدولي للكتاب والإشادات به، تجاوز المعرض دورته الأولى بعد انقطاع طويل، عودة يتوسمها منظموه كمنصة لخطط مستقبلية تعتزم تطوير المعرض وتوسيع قاعدة دور النشر المشاركة من داخل المملكة وخارجها.